هذه التهنئة مهداة من الشاعر أبو هاجس العملسي وصادق مرعي ورجب عبد الله أبو علاء، يهدونها إلى العريس الغالي حمد عيض الشعفل العملسي بمناسبة زفاف الميمون ودخول القفص الذهبي. فألف ألف مبروك أداء المنشد علم جدبان كلمات الشاعر أبو هاجس العملسي. يا سلام لكم جماعة يا رجال الميال، حصريا على قناة بشار الراشي والبزعة ساعة العسر والليل. يا حمد خذ قوافينا والنبل والضياحين، احتزمنا لك وجينا بالتهاني مهمين. بعدات حالينا والقدر كان عزيزين ما تغير.